وزير الخارجية الأمريكي جون كيري التقى بنظيره الروسي سيرجي لافروف هذا الخميس في العاصمة الإيطالية روما على هامش مؤتمر بشأن ليبيا. الاجتماع الثنائي هو الثاني في يومين بين كيري ولافروف، سبق واجتمعا في العاصمة الفرنسية باريس يوم الأربعاء من أجل مواصلة المناقشات وبحث الأزمة المتعلقة بشبه جزيرة القرم في أوكرانيا. وحسب وسائل الإعلام الروسية، عبر لافروف بعد الاجتماع أنه لم يتم التوصل لاتفاق بعد بين موسكو وواشنطن بشأن الأزمة في أوكرانيا.